زوار موقع بديل، مرحبا بكم مجددا. اذا من بعد الزياره اللي قمنا بها الى بيت احمد الزفزافي، وكلكم ربما تابعتوا تصريحات وارتصامات وانطباعات ديالهم في اجواء ديال العيد وما كاينش ناصر وسطهم، الان كننتقلوا نحن الان داخل مسكن اخر، واللي حتى هو كان ضحيه ديال هذا العدوان هذا ديال السلطه، وتحديدا نحن في بيت ربيع الابلاق الصحفي ديال الموقع بديل والمراسل ديالنا، واللي حتى هو الان يوجد بسجن عكاشه الى جانب ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين الاخرين. دير الوالده ديال سي ربيع، مرحبا بك. كي داير الوالده؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. كيفاش كتحسي؟ علاش كنحس زعما ولدي ما كاينش؟ علاش يعني دابا انت اول مره عيد ما كاينش ربيع، ولا فايت عيدتي بلا مين؟ لا اليوم يلا العام. اول مره في حياتك؟ اول مره في حياتي. كيفاش كتحسي؟ الحمد لله، ما حسيتش زعما مزيان، الحمد لله قدر الله تعالى سبحانه. عادي، معنويات مزيانه؟ ماشي مزيانه، ماشي معلاش كان زعما مزيانه. هي كيبقى كبدتك. الكبده وهي الكبده. وكنتي كتوقعي يخرج؟ كنتي كتنتظري يخرج يجي شي عفو ولا شي افراج؟ ايه ان شاء الله كنكمل. لا في هذا العيد كنتي كتوقعيه يخرج؟ سي محمد واحد دقيقة اجي الى تفضل، حيت كاين بعض بالنسبة للزوار الموقع الوالدة شوية اللغة، قول ليها واش كانت كتوقع؟ إلا ما يردت رجل الملك خصني يعفو، ما يردت رجل خصني يعفو. علاش خصني يعفو قال عيدها؟ علاش ماشي يعفو البراءة. كانت كتوقع يخرج برا؟ كانت كتوقع. وهذا العيد كنتي كتوقع يجي يكون معاك في العيد؟ قول لي واش كنت كنعرف انت واش ما واجهاش الرفض ديال العفو؟ إلا ما يردت رجل هنا كي راجع غتمنى تمنى هي عيد. إلا مني ما غيعفو يهبط، ما توقع على هي اللي ربيع الزاكسن. معلوم. يعني كانت كتوقع. معلوم. دابا العيد ديالك ناقص شوية. ماشي غير شوية وصافي. بزاف، العيد زعما ما فيهش العيد. ياك. العيد بلا ولادو ماشي العيد. كتحسوا براسكم تظلمتوا. ماشي ظلمتوا صافي. بزاف ماشي غير ظلمتوا صافي. ثلاثة دلالي ناقص واحد. انا ماشي مزيان. عندك ثلاثه الدراري ناقصك واحد، ما يمكنش تكوني مزيانه. ماشي مزيان. ربيع هو الصغير فيهم ياك؟ لا هو المتوسط. انت الكبير ديالو. انت الكبير والاخ كريم هو اللي الصغير ديالنا كاع. والوسطاني ربيع سلوكه كيفاش داير هو في سلوكه؟ من بغيت تقرب لا مزيان ولكن بحال اللي كتقول ديما هو اللي كنعمر عليه الدار. لا بص بحكم هذا هو خو الصغير. لا ما يهضرش ما كنكملش. هو ربيع اجتماعي. هو اجتماعي. ربيع كيهضر. كيجي ما غادي نجي نبزو معاك كيبقى يضحك معاك يلعب معاك. ماشي بحال هذا. هو شويه ساكتين. انا سكوتي. وكيدير هو ربيع مدخوله؟ كيفاش الفلوس باش كيعيش؟ نورمال كيروح للصباغ ديال الخشب. كيصبغ الخشب. كيصبغ الخشب. هذا هو المدخول ديالو. هو هذا المدخول ديالو. هو ما كيخدمش ديما. ماشي دائما. مرة. الصيف. والقرايه فين وصل هو في القرايه؟ واحد شخص. ثالثة إعدادي. تسعة. والمدخول ديالو هو ديك الصباغ. الصباغ هو ما كيخدمش ديما بحكم فيه لاخر الضيقه فيه الرعب. فيه الضيقه. يعني ما كيخدمش ما خدامش ديما. وهذا الشيء شعرتوا به انتم المؤسسه السجنيه الحاله ديالو الصحيه ولا ما عرفناش؟ لا مستبعد ما عرفناش. اضراب ديال الطعام حبسوا؟ لا حبسوا. علاش حبسوا؟ المحامون قالوا له راه هاد الاخر اضراب عن الطعام غيفيد الفول في هاد الوقيته راه غير كضر. انت في لحظه التحقيق. غير تهدر الصحه ديالك صافي. واش هي الكلمه الوالده؟ ممكن تقولي دابا للحكومة المغربية ولا القضاء ولا شي كلمة في هذا الجو في هذه اللحظة للدولة المغربية ولا الحكومة، شنو ممكن تقول الناس كيسمعوا تبغي تقولي شي كلمة، شنو ممكن تقولي؟ كنقول كيعفو البراءة إن شاء الله. كنبغي البراءة ماشي زعما عفوا ماشي زعما دير شي حاجة وقتال ولا سراق ولا زعما كيهضر على حقه. كيهضر على حقه على حقوق ديالو. لا ولا حقوق زعما كيهضر على سبيطار. على سبيطار راه سبيطار ماشي سبيطار مستشفى. مستشفى ماشي زعما كيدير على الاسم درابيع. لا سميت كلشي. كلشي انت راضيه عليه؟ انا راضيه. ماشي راضيه. كيعجبك هو سلوكاته اخلاقه؟ لا كيعجبني بزاف. ولد مربي مزيان. ماشي زعما كان ماشي دونك مقتنع بانه مظلوم دابا. لا مظلوم. اذا زوار الموقع وانا ماشي سبيطار ماشي مستشفى زعما كيدير على على ربيع وصف. على الناس كلهم. كلشي ماشي سبيطار كل ماشي على اي. اذا زوار الموقع قبل ما نسدلو الستار على هذا اللقاء هذا، كنا في حلقه اخرى اشرنا الوضعيه الاجتماعيه والسكنيه اللي كيعيش فيها ربيع،
ومره اخرى انا وصلت الضوء على هذه النقطه هذه نظره لاهميتها، خاصه وان ربيع في مواجهه تهم من قبيل التمويل الخارجي، عنده الفلوس، زعزعات الولاء. فمزيان الراي العام الوطني، مزيان الراي العام الوطني، شكون هو هذا ربيع؟ اين يعيش ربيع؟ ما هي امكاناته؟ ما هي ظروف سكنه؟ فين كينعس؟ فين كيسكن؟ فكما كتشوفوا هذه الوالده بسيطه، ونعاودوا مره اخرى اللي خدامه فين الوالده؟ المستشفى. شحال كتخلصي في الشهر؟ ميناج وصلت، ماشي زعما تخلص ميناج. ميناج يعني فوند ميناج، شوفوا المغاربه شحال شحال الصالير، وهذه راه مهنه شريفه وافتخري براسك، ماشي تقول الحمد لله ما كتسرقي ما كت. شحال الشهر عندك الوالده؟ 1900. 1000 درهم. 50 درهم. 950 درهم. شوفوا معايا المغاربه، هذه المعيله ديال الاسره. متشسنة 18 عام كتخلص 1000 درهم قل 50 درهم، يعني كما تنقولوا 950 درهم، يعني 950 درهم في 2017. هاد 950 درهم، اسمحوا لي المغاربه على هذا التعبير، الا مشيتوا عند الفتيت وعند الحكومه وعند هذا الوكيل العام اللي شاد ولدها، يعني 900 درهم عرفتوا لمن كيعطيها؟ ما نقولكمش القط زعما ولا 900 درهم ما نعرف كاع، ما كاينش كاع. أسرة مغربية ها هي كتوشي 950 درهم خصها تعيش فيها، وتا واحد في هذه الدولة المغربية ما غيطرح سؤال هل هاد 950 قادها؟ فطلع تاكل كرموز، شكون اللي قالها لك؟ هانتوما كتشوفوا الظروف ديال السكن، وأنا نبغي نفكر الأستاذ الأخ التقني، شوفوا الصورة، يعني الدار هي صغيرة كما كتشوفوا، الحمد لله، الفقر ماشي عيب، ولكن اللي أساسي حنا غير هاد الناس اللي كيزيدوا على هاد ربيع راه كيعيشوا التمويل الخارجي وخطر، شكون يقدر يحل من هاد الحالة؟ نشوفوا هاد التصوير مزيان مزيان باش يعرفوا هاد الأسرة البسيطة مسكينة اللي ها الصويطه ديال الزمان، زيد عليها الصويطه ديال السلطه، العصا، القهره، الحقره، واش يبان لكم حتى بنادم فين كينشر الحوايج ديالو؟ لحقاش اصلا دار ديال الورطه. شوف بنادم فين كينشر الحوايج ديالو، شوفوا عباد الله، يعني في الاخر هاد الالام هادي، هانتوما شوفوا السكنه ديال الناس، عاديين عاديين. وحنا الغايه ديالنا كما كنقول من هذه العمليه هو باش ما نبينوش الناس بانهم كتصوروهم راه ملاباس عليهم وواعرين، الناس بصاف مراوش عاديين، بويتات صغيورين. انتم كتشوفوا المساحه ديالها هذه قداش، انتم كتشوفوا المساحه ديال الصو ديال السكنه كيف دايره. ها فين كينعس ربيع؟ وليت فين كينعس ربيع؟ هذه الصاله فين كينعس ربيع؟ هذه كينعس كينعس بالضبط هي هذه بلاصتو الاخ التخري، تفضل كينعس هنا هي هذه بلاصتو بالضبط. يعني المغاربه ربيع في العمر ديالو تقريبا شحال العمر ديالو؟ 29 سنه، يعني شاب في عمره 29 سنه، شاب هذه الصاله، يعني ولد كينعس في الصاله، يعني واحد الانسان في 2017 ما عندوش حتى غرفه خاصه به، ما قادرش يوفر غرفه، باقي في هاد لاج هذا بدون مراه، بدون زواج، بدون حتى شي تغطيه صحيه، بدون حمايه اجتماعيه من الدوله، كينعس بهذا السداري هذا. وهذا الشيء هذه المعاناه كامله، وبغيتوا البشر يدخلوا سوق راسه، وانتم كتاخذوا اراضي الدوله، وكتاخذوا الثروات، وكتسرقوا الصناديق، وكاسين كتنهبوا في المال العام، وكاسين كديروا في البلاد الغزاوه، وكاسين كديروا المشاريع وكتصدقوا وكتجيبوا موازين وتعطوا المغنيه 700 ومغنيه اخرى ديتها 100 مليون، وكاسين الفلوس كتشتت، وكاسين كتخسروا الفلوس على الغنى وعلى الليالي الحمراء، ومن يجي شي ولد مغربي يقول اح راه ما بغيتش نعس هنا، غتحولوا الى الفلوس كيجي من الخارج، واضعاف الدوله، وتديه في الطياره، وتدير هذه الاسره اللي يعني اللي كتعيش هذه المعاناه، في الاخر حتى العيد تحرم ولدها يعيد معها. يعني هاد الام هذه انا والله العظيم المغاربه، غير ام باينه، عامله هذا من وجهها. واش هاد الام هذه واش هاد الام هذه تستحق هاد الجريمه في حق هاد في هاد العيد؟ اش دار هاد الولد كاع؟ شنو هي السلطه اللي غتحكم لها اللي ما كانتش حنينه فيها الرحمه؟ تحن على بلاد، دابا كل واحد في هاد الدوله معاه ولادو معيد بهم في هاد اللحظه. كل واحد في هاد اللحظه مسؤول، وزير، رئيس حكومه، المسؤولين كلهم الان في هاد اللحظه مع ولادو. علاش هادي ما يكونش معاها ولدها؟ شنو دار ولدها في ملك الله؟ سرق شي فلوس، سرق شي صندوق، حرق شي مراه، هرب شي ممتلكات، خرج كيقول بغيت مستشفى، بغيت مستشفى، ماشي زعما مستشفى، مستشفى المغاربه بغات مستشفى، ماشي بغات شي حاجه، مستشفى صافي. مصيبه كحل هذه. وكاين مستجد اخر نهار شدوه قال لك راه هو كيقول شفت اتصال هاتفي قال لك راه الشيف ديال الدي اس تي قال له راه عزوكم 700 كيلومتر من هنا للحسيمه، من هنا خارج الحسيمه باش والديكم حتى هما غنكرفسوهم معاكم، حتى هما راه ما يطمعوش يشوفوكم نهائيا. الشيف ديال الدي اس تي اش قال له؟ قال له راه غنعزوكم 700 كيلومتر من خارج الحسيمه باش حتى والديكم نعاقبوه، غنعاقبوهم ما غيطمعوش يشوفوكم نهائيا. وعنده تسجيل صوتي؟ لا نهار تشد هضر معاه. لا نهار تشد لحاجه شي قالوا لي في التليفون البارح. قال لك اش قالوا؟ قالوا غنربيوكم حتى والديكم نعذبوهم لكم. ايوا عباد الله، انتم كتسمعوا التصريحات ديال الاسره والتصريحات ديال المعنيين،
فالان يعجز اللسان وما غنقدوش نقولوا شي كلمه اخرى، غنحاولوا الان ننتقلوا نشوفوا ربما غنشوفوا اسره اخرى او غنستمعوا للمواطنين، نديروا واحد الريبورتاج نقلوا لكم الاجواء في الحسيمه كيفاش الناس كتستقبل هذه العداده. الوالده تبغي تقولي شي كلمه اخيره؟ ما غير قولي لا تقولي غير قولي داك الشيء زوين تيخرج بالعربيه مزيانه كتهضري بها اللي قديتي. شنو كتحس؟ سير سمازيل سير سمازيل. نتمنى ربي العالمين ان شاء الله ربي يعني من يوفي في عيدها كيدي ما شاء الله يشوفوا سينو. واخا قولي شويه باش يشرحوا لينا. انا شارحه. شنو قالت الوالده؟ قالت لك كنتمنى لو كان ربيع الابلاق ولدي وسائر المعتقلين يعيشوا معنا الى اخر هذه اللحظه ديال العيد في الديور ديالنا. ماشي زعما غير ولكن ماشي غير ولدي يوسف. الله غالب. الله غالب. شوفوا عباد الله هذا الجانب الانساني يعني ما كتفكرش غير في ولدها. شوف واحد الجانب هنا في الريف زعما رائع ولا سمعتوا قبيله حتى هو من نصر الزفزافي نفس الهضره قالت. ماشي زعما الزوغ مي وهزو خصها كلشي مرتعش بعيد على الوالدين نسن ما فسحيش ما فسحيش صرابيع يسحسن عبد يما سنيحه مشني. والوالده شوفي انا كنقول لك باسم المغاربه الحرار تاكدي ماشي انت بوحدك انا كنهضر معك بصح المغاربه راه طيبين وديك المسيره اللي داروا مليون المغاربه راه معاكم وراهم كيحبوكم وربيع ولدنا ولدكم ولدهم وكوني هاني احنا معاك تجي للرباط دارنا مفتوحه لك عمرك تخمي فيه الرباط كاين في الدار في نصف الدار البيضاء من تجي ما تخمي لوالو شي احنا نقطعوا لك الحمله الحمد لله هادشي مشيت نقولوها باش يعرفوا الراي العام بان هاد الناس ماشي بوحدهم حنا كنقولوا الناس اللي بغاو يستفردوا بهاد الاسر وتعذبوهم فلا سديتوا لهم هاد البيبان غير تفتحوا لهم بيباننا في الرباط وفي سلاح ولا سديتوا لنا بيباننا حنا مغاربه كنحلوا بيبانهم اخرين حنا المغاربه تعلمنا وتربينا ما تنزلوش خوتنا واقتنعنا بهم مجرمين راه ما غنسولوش شحال ديال المجرمين كتشدوا شحال ديال الشفاره كتشدوا شحال ديال البزازه كتشدوا واش كنتبعوهم كنسمعت هادوك مجرمين ولكن هادو اصحاب حق ما يمكنش تحولهم مجرمين واخا تعياو واخا ديروا ديك البلطاجه وديك القوالب والو حتى واحد مقتنع ناس اصحاب حق اصحاب مطالب يقدر يكون عندهم شي انفعال يقدر يعبر لنا شي جمله يقدر يكتب لنا شي جمله حتى تقول انا والد ممكن انا مني وجبت تخنقني ولكن الناس تقت ما كرهوا مرضى العرس الناس حرمتوهم من مطالبهم الحقوقيه كل اسره ميتها خمسه سته الناس بالسرطان ما كاينش مستشفى ما كاينش من حق الناس تحتاج والسلطه كتحمل مسؤوليتها في هذا الشيء. زعما كاين تهدر زعما خيس من الربيع ولا يقمين حسيمه كل شيء. شي كلمه اخيره على ديك السرطان راه غير العام اللي فات اللي توفى لينا جدنا بالسرطان واصلا تكرفصنا معاه بمعنى الكلمه واخا باش دير غير لي غير خصك تمشي حتى وجده عنده صرا وعنده سرطان ديال الدم مادام عنده سرطان ديال الدماغ اصلا كيقول لك لا وجيب لي لي جيب لي لي يتبرع بالدم فين غنلقاو في مدينه صغيره بحال الحسين تكرفصنا معاه بمعنى الكلمه ولكن الحمد لله. عم تكرفصوا معاه هذا جدي ومسكين باقي بروح؟ لا توفى الله يرحمه سرطان سرطان انتم كتسمعوا المغاربه الوالد اش اسم ديال الولد الاخر كريم 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 ما سمعنالوش مره اخرى في الحلقه نبغي نشوفوا غير الصوت ديالو كريم يمكن خرج صافي خليه لنا من المره الاخرى من جينا بغينا نسمعوا حتى هو يشوفوا مشاعره تجاه الاخ ديالو كيفاش كيحس الا ما كانش الوالده ما كاين باس. اذا الزوار ديال الموقع بهذا غادي ننتقلوا الان الى ربما الساحه او نشوفوا كنشكركم الزوار ديال الموقع انتم كتشوفوا الحاله وكنركزكم على المسكن والدار كيفاش دايره يعني ما كتشوف ما كاين صاله الفوق لا بوله لا تريه يعني بوله عاديه جدا الشرجه ما انتم كتشوفوا عادي كنقول لكم مره اخرى الفقر ماشي عيب والحمد لله حنا ماشي هذا هو الاساسي الانسان قوته في عقله قوته في اخلاقه حنا علاش كنركزوا على هذه الممتلكات الدار غير باش نجاوبوا دوك الناس اللي كيبغوا يصوروا هادو راهم لاباس عليهم كنقول لهم ها انتم الناس بساط مساكن امكاناتهم وظريفين وحقرتوهم وزدتوا حرمتوهم من ولدهم يعني عذاب مضاعف ها علاش كنبينوا هاد الصور هذا باش يبان بانكم تعديتوا على هاد الناس هذا. فمره اخرى كنتوجه للملك محمد السادس بصفتي الصحفيه بصفتي الحقوقيه بصفتي القانونيه يا ملك البلاد اصلح ما افسده وزراؤك اصلح ما افسده اليعقوبي اصلح ما افسده يعني العثماني افسد اصلح ما افسده الفتيت واصلح ما افسده قضاتك. حنا راه واخا تعياو معانا راه دائما غنبقى داك الملك نتوجهوا له الخاطو راه عمرنا ما غنقصوا نقولوا حيت ضروري خصنا نخليو شي واحد نخاطو في هذه البلاد بعض الناس يقول لا المهداوي الملاسي وانا نناقشوا مع الملك شكون اللي غادي يصلح من فشكون راه الملك هو اللي غادي بصرف النظر. اذا حنا كنقولوا للملك وعدنا ومع ذلك عندنا امل عندنا امل صحيح مقلقين صحيح مستائين صحيح كذا ولكن تنقولوا خاص الملك يفسد يصلح هادشي
راه حنا مغاربه وشعب وكما كان الحاله هذه راه مغربيه عباد الله، راه امي وامك وام كل واحد. الملكه قالت لي حمانيه زعما هيني غيره ولين والو المال شي يهزو الملك يخصك البراءه حنجانه. قالت لك حنا فقدنا الثقه في الاخر في الحكومه في جميع المسؤولين باستثناء الملك. ايوا هو الوحيد اللي غيقد يصلح هذا الشيء. شنو دابا كثر بغيتو كثر منها؟ شنو عاوتاني تبقى راسها بغيتو تدفعوها؟ المهم السادس واحد اللي خصك يحلوا المشكل مازال. لا الوحيد اللي غيقد يرجع المياه للمجاري. وحنا ملي كنقولوا هذا الشيء راه ماشي ضعف. هذا راه غير واحد الصواب واداب كنديروه مع الملك معني حنا ما عمرنا ما غنهزوه فيه، ما راه حنا كنضربو كقوة راه ماشي كنعورطو ولا راس ما داير سيد والو، حنا اداب تنخاطبو باش نحافظو على هاد السفينة تمشي، ما يمكنش نريبو كلشي ونخاطبو كل، تنخليو واحد 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 الباب في الاخر تنخليو مع الاحترام تعتبرو هو الضامن وهو هو، ولكن راه إلا مات هاد الشيء غادي يبقى، راه كاين تعدو كبير، فعاوتاني بنادم ملي يحني لك الراس ويتواضع لك شوية، تنتوما ماشي ديك الهيبة طلعو لنا الفوق مرة، داك التكبر التجبر مرة، شوية اللي غلب يعف، كاع نفترضو غلبتوهم اغلب يعرف بارك راه فوق القياس هادشي تخنقنا انا براسي سامح ولادي زعما باغي نبان جي الحوسيه ما عنديش وجه وليدات نعيد معاهم ولكن راه مجروح كنحس بهاد الناس مساكن معزولين تنجيت نقول لهم انا راكم شي بوحدكم الحمد لله كصحافه معاكم جي نعطيهم رساله حنا معاكم بارك اللي غلب يعرف بارك غلبتونا كاين هيبه الدوله وشنو بغيتو كاع وكنقول لكم عاش الملك شنو بغيتو كاع واش بغيتونا نبقاو غنكرموا حوايجنا في الزنقه باش تطوعونا راه الضغط كي ولد انفجار راه واحد الوقت ما يبقاش هذا الخطاب راه شحال قدنا نصبروا هكا قناة مغاسلين عاشين البار ثلاثه هي كازن ثلاثه هي كزنا كي داير الدار اكيد وتما كسي وتما لا ثلم واحد راه حدا زاد سوا كوزينا ما سير كاش ولا اكيد وتما ثلاثه هي ملي غاسلين عاشين البار انا عيش كي انا عيش كي من اي صح انا عيش كي شوف 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 كوزينا شوف شوف غاسلين عاشين البار شوف شوف خاصنا عشان بارا انا عايش في منايا وما غاد نعش نهار غير تعيش تعيش غير قفز شو عباد الله المطبخ ديال هذا المواطن المغربي اللي ولده شاد لنا في الدار البيضاء وتقول تحويلات الخارجيه والولاء الدوله واش المغاربه هذا مطبخ مع احترامي للوالده شنو كنقول لك انا المطبخ ديالي انا بحال هكا حالة ولا ربما المطبخ ديالي اقل من هذا المستوى ولكن كيفاش هاد السيده شاد شنو زعما هاد الحاله هذه ياك تاخذ حتى ارض الدوله وتشد بنادم وديرو في الطياره وتقشيرو التقشيره في منخرو وتبغيو تعذبوا فينا زعما شنو كيصحاب لكم نتوما واخد ارض الدوله وماشي اخذتي ارض الدوله وسبيتينا قلتي لنا نتوما خدام الدوله وحنا المساخط ديال الدوله حنا المجرمين ديال الدوله وهذا شنو دابا هذيك الارض اللي خدرتي تاخذ حصاد واش ما كيعكيش سوق التدبير هذيك الارض شحال كانت على تصاوب منظر شحال من المستشفى لا وزير الداخليه وفي الاخر غتجي انت تحل المشكل واش هضر معنا بالريفيه زعما شنو كتريقلوا علينا ولا شنو هو هادشي الدار كيفاش دايره شوفوا شوفوا الفوق كي دايره شوفوا الشقه ديال الدار شنو بغيتو تريب عليها هاد الدار على ذكر داك التقشير اللي حشاو الاخر ناصر السهلي في الفون في اتصال هاتفي البارح مع خويا قال لك هو داروا له تقشير حنا داروا له جفاف خانز بالماء حشاو لينا في الفون هذا جفاف باش كيشفوا هنا بلاصه في الاخر في الفرقه الوطنيه الفرقه الوطنيه في الدار البيضاء في الدار البيضاء قال لك في الدار البيضاء في الفرقه الوطنيه شنو داروا جفاف حشاو له في الفون نصير لا رابع هو هذاك اللي كانوا تشدوا معاه كان الماء حداهم تما كيغسلوا فمو الفوق لا يعني شفاف فيه الماء خانز شحال من واحد هما ما سولتوش دابا انا ما غاديش نقول هادشي وخا كان دي روايه قال كاين فما نحيدوا ولا ينفروا اللحيه باليد كاين تفوا رابع على هذا لا ماشي رابع اللي شي واحد كان معاه كشف شي واحد الحيد قال لك اللحيه حيدوها له باليد انا المغاربه نتوما كتسمعوا حنا طبعا كنلقاو هذه روايه كتعني ربيع ولكن بالله عليكم المغاربه وانا كنتيق في ربيع شخصيا كنعرفو بخلق وسيد خدم معايا وعاشرت ولد من خير خلق الله هذاك ربيع علاش زعما علاش في نظركم كان شي ولد خايب غنجي عنده واش انا ما كنعرفش المخاطر ديال جريمه العيد الحسين واش ما كنخاف على ولادي على صحتي ولكن راه ما يمكنلكش تشوف هذا العذاب الناس وما تتحملش معاهم كيفاش السيد ساكن هنا في هذه الظروف وتزيدوا عاد تخشيلو التقشيره ولا تخشيلو الجفاف وتخشيلو ولا اله الا الله صبري يا وليده صبري ربي يخلص ربي يخلص الوالده ماشي مشكل نرضي 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 ربي يخلص صبري غير صبري وافتخري بولدك وفرحي بولدك فهمتي كيفاش ولدك ماشي شفار ولا بزناز ولا غتاصب الحمد لله داك مظلوم ظلمات دوله هذه راه دوله مخزن كبير ما عندك ما دير معاه ماشي اش هذاك ما غتقول له غير الله يهديه وصافي ولدك ماشي دار شي جريمه ولا ظالم ولا لا ما يدير والو ربي يعوضك صافي صافي